بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. صياما مقبولا وإفطارا شهيا على مدار أيام شهر رمضان المبارك. ورد في كتاب عدة الداعي كان المولى الأمير علي بن أبي طالب عليه السلام يقول إذا أصبح، ويقول صاحب كتاب عدة الداعي بأن هذا الدعاء من الأدعية المجربة في قضاء الحوائج عند الصباح. فقبل أن تخرج من منزلك، قبل أن تقدم على قضاء حاجة أو تخرج لقضاء حاجة، اجعل من ذلك أسلوب حياة كي لا ترجع إلى بيتك إلا وحاجتك قد انقضت إن شاء الله تعالى. فقال كان أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول إذا أصبح سبحان الملك القدوس 3 مرات. سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحويل عافيتك ومن فجأة نقمتك ومن درك الشقاء وسوء القضاء ومن شر ما سبق في الكتاب. اللهم إني أسألك بعزة ملكك وشدة قوتك وتعظيم سلطانك وبقدرتك على خلقك، ثم سل حاجتك. الضامن من؟ الإمام علي عليه السلام. قبل أن تخرج من بيتك عند الصباح اقرأ هذا الدعاء، قدر الإمكان ضعه في مكان يمكنك أن تراه عندما تريد أن تخرج من البيت لقضاء حوائجك، فلا ترجع إلا وقد قضيت إن شاء الله تعالى. برنامج صباحات ولائية، من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.